تشكل الانتخابات البلدية بالنسبة للشعب التونسي لا حدث، فرغم الحملة التي أطلقتها وزارة الداخلية لعملية التسجيلات في القوائم الانتخابية في الشوارع والمحطات والأماكن العامة، لا يبدي هؤلاء أي حماس في التعاطي مع صندوق الاقتراع. المجتمع المدني والأحزاب السياسية لا تبدي اهتماما كما كان الأمر في عامي 2011 و2014. موعد ديسمبر المقبل لم يخلق لدى فئة الشباب أي رغبة في التغيير، خلافا لما سجلته الهيئة في الموعدين اللذين أعقبا سقوط نظام بن علي ربما بسبب الوضع الاقتصادي الراهن. صحابي يحبوا يقايدوا، ماذا بيهم؟ أما شو نقول لك؟ لا غالب. يعني قاعدين نراو في الوضع، يقول لك أنا حتى كان قايدت بليش باش يزيد. أول مرة قايدت باش ننتخب. وسط هذه الظروف الصعبة تؤكد الهيئة أنها تبذل ما في وسعها للتشجيع على تسجيل الأسماء عبر حملة تلفزيونية وإذاعية وتعليق ملصقات، فهل سينجح رهانها؟